السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وعملا صالحا يا رب العالمين. أعتذر عن هذا التأخير بسبب أن الموقع يبدو عليه ضغط، ربما يعني المشكلة هذه واجهتكم، ونستعين بالله عز وجل في بداية هذه المحاضرة لطلاب وطالبات المستوى الأول في قسم الإدارة والاقتصاد في مادة التوحيد عقد 102، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما. وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما. فتحدثنا في المحاضرة الماضية عن خصائص أهل السنة والجماعة، وما هي هذه الخصائص التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، حيث أنهم اعتمدوا على الكتاب والسنة التي فيها نجاة المؤمن في دنياه وآخرة. وتحدثنا عن أبرز خصائص أهل السنة والجماعة كما ذكرنا من خصائصهم الوسطية، وتحدثنا عن وسطيتهم في حكم مرتكب الكبيرة، وسطيتهم في باب القضاء والقدر بين أهل البدع، وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المحاضرة بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ما هي المصادر التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في التلقي في الاعتقاد، في التلقي في الاعتقاد؟ وأنا أريد كل واحد منكم عندما يعني نتحدث عن مصادر التلقي أن يستحضر ما أخذناه في المحاضرات الماضية، لأن المواضيع مرتبطة ببعض. فلما نذكر نقول مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، أريد الجميع أن يستحضر من هم أهل السنة والجماعة، ما المقصود بتعريف العقيدة، لأن نحن نتحدث عن الاعتقاد، مش تعريف الاعتقاد. هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة للذهن حتى تتضح الأمور بمشيئة الله عز وجل. فمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة كثيرة، فمنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والاجتهاد، ومنهم من يدخل قول الصحابي والمصالح الموصلة إلى آخره. فهذه مصادر التلقي على وجه إيش؟ على وجه العموم. لكن مصادر التلقي في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، فنقول أن مصادرهم هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة السليمة. فمسائل الاعتقاد تؤخذ من هذه المصادر عند أهل السنة، فلا قياس عندهم ولا مجال للاجتهاد. قد يقول قائل الآن الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة مصادر تلقي عند أهل السنة والجماعة. فمن ذكرنا أن من خصائص أهل السنة والجماعة، أريد أنكم تستحضرون هذه النقطة، ذكرنا أن من مصادر أهل السنة والجماعة وحدة المصدر، وأن منهجهم توقيفي، يعني أنه متوقف على الكتاب والسنة. والآن نقول أن مصادر التلقي منها الإجماع والعقل والفطرة. كيف هذا؟ كيف نجيب على هذا؟ نقول أنه لا منافاة بين القولين ولا تعارض بين الرأيين، وذلك أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد متوقف على مصدرين اثنين لا ثالث لهما كما سبق، اللي هم أيش؟ الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يعدلون عنها بهذين المصدرين شيئا آخر، لا رأي ولا اجتهاد ولا قياس ولا عقل، لأنهم لأنها الكتاب والسنة وحي، وحي، فرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل وعلا، وكلام الله سبحانه وتعالى
كذلك مقدس، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات. فقد يقول قائلا أننا ذكرنا إيش في مصادر التلقي الإجماع والعقل والفطرة، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول هذه مصادر التلقي عند أهل السنة لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. فالأصل في أي مسألة، أي مسألة عقلية، الأصل فيها الكتاب والسنة، فإذا ورد الكتاب والسنة أخذنا بذلك، وإن لم يرد دليل لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله لا نأخذ بذلك ونتركه جانبا. ولذلك الطوائف التي ظلت إنما ظلت بسبب إيش؟ بسبب بعدها عن هذين المصدرين التشريعين العظيمين الكتاب والسنة. طيب كيف أدخل الإجماع مع الكتاب والسنة في مصادر التلقي؟ ونقول أن المسألة متوقفة على ورود الكتاب والسنة، أما الإجماع والعقل والفطرة السليمة فأهل السنة يأخذون بهذه المصادر للاعتراض ولبيان الدلالة لا للاعتماد، الاعتراض ولبيان الدلالة لا للاعتماد، بمعنى أنه لو لم يرد في المسألة دليل من القرآن أو من السنة، يعني لو لم يرد في هذه المسألة لا دليل من القرآن ولا من السنة ما أخذوا به. ولهذا يقال ما فائدة الإجماع والعقل والفطرة؟ فنقول أن فائدتهما تكون في أمرين. الأمر الأول التأكيد وزيادة الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما أننا نستشهد بالإجماع والعقل والفطرة فنقول لأمرين أو لفائدتين: الأول للتأكيد وزيادة الحجة، فإذا ثبتت المسألة عندنا بالكتاب والسنة وبالإضافة إلى الإجماع أو العقل أو الفطرة ازدادت المسألة قوة، كما هو الحال في الشهادة على قضية من القضايا أو جناية من الجنايات. فجاءنا إيش؟ شاهدان، فشهدا بوقوع هذه الجريمة، فشهدا بوقوع هذه الجريمة، فيكون هذا يقوي الشهادة، تقوي الحكم أو تقوي حجة الشخص الذي احتج بهذه الشهادة. طيب نحن نحتاج كما ذكرنا إلى الإجماع أحيانا لبيان الدلالة وليس لثبوت الدليل، يعني عندنا قد نستدل على هذا المسألة بدليل وهذا ليس محل خلاف أحيانا بيننا وبين الخصم من أهل السنة والجماعة أو بين أهل السنة وخصومهم من الفرق الضالة. فنضرب مثال مثل قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه الآية دليل ومحل اتفاق بين أهل السنة والجماعة وبين خصومهم من المعطلة، لا يعني في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، لكن دلالة هذه الآية على ثبوت اليدين لله جل وعلا هنا تحتاج إلى الإجماع. ونقول أجمع أهل العلم على أن هذه الآية دالة على إثبات صفة اليدين، فنحتاج إلى الإجماع مع نصوص الكتاب والسنة أحيانا لبيان الدلالة ولإيضاح الدلالة، ولأنه ليس كل إنسان أن يفهم النص بنفسه ومنتهى إليه عقله، وهذا هو سبب ضرر كثير من الناس أنه إيش يأخذ بنصوص الكتاب والسنة ويفهمها بقياسه وباجتهاده لا بنصوص الكتاب والسنة. وأما نصوص الكتاب والسنة فهي مضبوطة بفهم السلف، مضبوطة بفهم الأئمة والعلماء، فنحتاج هنا إلى الإجماع. نقول أجمع العلماء على أن هذا الحديث الذي مر معنا أو هذه الآية دالة على هذه المسألة. إذن فمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة كم عددها؟ نقول مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة خمسة: واحد الكتاب اللي هو القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة السليمة. طيب بعد حديثنا عن أبرز مصادر التلقي أو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ننتقل إلى أمر متعلق بهذه المصادر عند أهل السنة والجماعة، وهو العنصر الثاني من درس هذا اليوم،
وهو التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا نص من الكتاب ومن السنة فإننا نسلم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك يحذر المؤمن أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بفعل المعاصي أو بفعل الذنوب بالكثرة، بكثرة أهل الضلال. لذلك إذا رأيت أكثر أهل الأرض هل هم على صواب ولا على باطل؟ على باطل، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الكثرة ليست حجة، وإنما الحجة ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست اعتبار في هذا الجانب، وإنما الاعتبار هو الحق. طيب، فالتسليم يجب أن يكون على المؤمن أن يسلم لنصوص الوحيين، ومن لوازم سلامة عقيدة المسلم، من الأشياء تدل على سلامة عقيدة المسلم الاستسلام لله ولرسوله. بل إن من مقتضى الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من مقتضى التسليم لنصوص الوحي. فقول المؤمن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان هذا هو المعبود الحق جل وعلا، فيجب عليك أيها العبد وأيها الأمة، يجب عليك أن تستسلمي لقوله جل وعلا. فإذا امتنعت عن الاستسلام لقوله فهناك خلل في شهادتك، إذ كنت تعتقد يقينا أن لا معبود بحق إلا الله، فيجب عليك أن تستسلم استسلاما مطلقا لهذا المعبود دون أدنى تردد. ولذلك عندما ذكرنا في تعريف العقيدة معناها إيش؟ الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق لدى معتقده شك. وكذلك إذا قال المؤمن وأشهد أن محمدا رسول الله، ما معنى وأشهد أن محمدا رسول الله؟ معناه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وإذا ذكرنا مر معنا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي عليه. ففي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. فصلى الله على نبينا محمد. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الاستسلام التام والطاعة المطلقة غير المقيدة لقوله عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في الدليل الذي أخذناه مثل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنه ليس للإنسان أي اختيار إذا جاء إيش إذا جاء أمر أو نهي، فليس له، فعليه في الأمر أن يمتثل الطاعة، وعليه في النهي أن ينتهي عن ما نهاه الله جل وعلا ونهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس للإنسان اختيار في أمر الله وأمر رسوله، فيجب عليه أنه يقبل و يعني أنه يسلك طريق التسليم لله جل وعلا. ولذلك التسليم شرط أو شرط من شروط شهادة لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم الشاهد إيش؟ ويسلم تسليما. هذا الشأن من هذه الآية: ويسلم تسليما. فهنا لاحظ هذه الآية التأكيدات في قضية الاستسلام لنصوص الوحي. فلا وربك، هنا قسم من الله جل وعلا بأعظم مقسم به، شو أقسم به الله عز وجل؟ أقسم في أو أقسم بالقرآن جل وعلا، أو أقسم بنفسه جل وعلا في القرآن الكريم. ثم قال إيش بعد ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني نفى عنهم الإيمان بالكلية، الذين لا يستسلمون لأمر الله ولرسوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
فهنا يكفينا أننا نحكم بالكتاب والسنة فيما شجر بيننا. ثم قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما يكفي أنهم يسلمون فقط وبس، قال يعني لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما يكفي التسليم الظاهر وإنما يتطلب التسليم الباطن كذلك، تسليم القلب، يعني أنه يستسلم استسلام كامل ظاهرا وباطنا. وكذلك من الأدلة قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا لاحظ قال الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا كرر لفظ كلمة وأطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر لفظ وأطيعوا مرتين مع الله ومع الرسول. أما أولي الأمر وش قال الله سبحانه وتعالى فيهم؟ عطف، جاء بحرف العطف، قال وأولي الأمر منكم. وش السبب في هذا؟ أن طاعة الله وطاعة الرسول تجب استقلالا، إن طاعة الله وطاعة الرسول طاعة مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فإنها إيش؟ مقيدة، فإذا أمروا بأمر فيه طاعة أو أمر مباح فإنهم يطاعون له، وأما إذا أمر كان مخالفا لما في الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة. أما في السنة فالأدلة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن أبى دخل النار. كذلك في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم في الحديث فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال وش المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا فيجب الإنسان في حال الفتن وفي حال اضطراب الفتن وتموجها يجب عليه أن يرجع لكتاب السنة ففيهما النجاة، ولم يصلح حال آخر الأمة إلا كما أصلح أولها، وهو ما جاءت به الرسل من توحيد الله وطاعته وامتثال أمر رسله، وبالأخص أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم الدين الذي جاء به. وأيضا في الحديث الآخر إني تارك فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا الكلام كلام من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوعد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أننا إذا تمسكنا بهذين المصدرين أننا لن نضل أبدا، مهما كثرت الفتن ومهما تلاطمت ومهما اشتبهت الأمور، فالمخرج من ذلك في التمسك بالكتاب والسنة. وفي الحديث الآخر كذلك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، الله جل وعلا أكمل دينه وأرسل رسله وأقام الحجج، فالحق بين وواضح وجلي. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتمسك بكتابه وبسنة رسوله، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يقينا شر الفتن وشرور أنفسنا وشر الشيطان الرجيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه لو تركتم هذا الباب، أشار لأحد أبواب المسجد، تركتم هذا الباب للنساء أي لتخرج مع النساء ولم يقصد منكم مضايقة لهم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصد من هذا التوجيه؟ قصد أنه إذا صلى معه في المسجد نساء فإيش؟ فالأحسن والأولى أن يترك لهم الخروج من هذا الباب. فماذا صنع ابن عمر رضي الله عنه شدة التمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سالم فما دخل وما خرج معه ابن عمر حتى توفي. فخلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه صلى مع النساء أو لم يصلي، يعني إنهم صلوا أو لم يصلي فهو باب مخصص لهم. ولذلك تمسك ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث. ونصوص الوحيين يعني أبرز أو الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا بها ولم يعارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعقولهم ولا باجتهاداتهم أو بآرائهم أو بأهوائهم، ولذلك كانوا خير القرون وخير الأمم رضوان الله عليهم. كذلك الأمر الثاني المتعلق بالتسليم لله جل وعلا،
أنه أن التسليم لله ولرسوله إيش نفي للتعارض بين العقل والنقل، نفي للتعارض بين العقل والنقل. النقل مقصود بها دليل الكتاب والسنة وبيان منزلة العقل في الإسلام وعدم استقلال العقل بمعرفة أصول الدين، وهو العنصر الثالث من عناصر المحاضرة اليوم، وهو عدم استقلال العقل بمعرفة أصول الدين. وش معنى هذا الكلام عدم استقلال العقل بمعرفة أصول الدين؟ بمعنى أن العقل السليم المخطور الذي فطر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فطر العقول على الإسلام، فطر الخلق على الإسلام، كما قال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. إذن فالعقل السليم موحد في الأصل لله جل وعلا، فلذلك العقل لا يعارض ما في الكتاب والسنة، ولذلك لا يستقل أو لا نعتمد على العقل في معرفة أصول الدين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال عقولنا وأمرنا بالتفكر والتدبر وإعمال العقول، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن إنما يتذكر أولو الألباب، وأمر بالتفكر وأمر بإعمال العقل، بينما أهل الضلال من الطوائف الأخرى تجد أنهم إيش يسلمون عقولهم يعني رؤوسهم فيضلونهم ويضلونهم، يضلون ويضلون. أما في دين الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبي إعمال العقل، والعقل هذا السليم يدل على الله سبحانه وتعالى، وفي قول الشاعر يقول وفي كل شيء له آية، يعني في كل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا أو في كل شيء من المخلوقات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. فإذا عدم استقلال العقل بمعرفة أصول الدين، وإنما نعتمد في معرفة أصول الدين على الكتاب والسنة. العقل قاصر، ينسى، يسهى، يحل عليه الضعف، يحل عليه النسيان. أيضا العقل له قدرة معينة الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا العقل، لا يدرك كل شيء. فمثلا الشخص في بيته لا يدرك ما في البيت الذي بجانبه، ولذلك كثير من الأمور كيف عرفناها؟ عرفناها عن طريق الوحي، مثلا عذاب القبر ونعيمه، البعث بعد يعني من القبور، أهوال يوم القيامة. كيف عرفنا هذه الأمور وما يحدث فيها؟ عرفناها عن طريق الكتاب والسنة. طيب، أول شيء في هذا الموضوع أو هذا العنصر، نقول ما المراد بدلالة العقل وما المراد بدلالة النقل؟ يعني بعض الناس يقول وش معنى العقل وش معنى وش مقصود بدلالة العقل ومقصود بدلالة النقل حتى نفرق بينه. فنقول أن دلالة النقل المقصود بها دلالة الوحيين الكتاب والسنة، فإذا قيل النقل وش المقصود به؟ نقول مقصود به الكتاب والسنة. والعقل المقصود به الدلالة القائمة على النظر والاستدلال العقلي المجرد. طيب نعيد السؤال، هل هناك تعارض بين النقل والعقل؟ طبعا احنا قلنا هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ في الأصل العقل السليم ليس او العقل الصريح والعقل السليم ليس لا يعارض العقل، كما مر معنا في شرح الكلام قبل قليل، فإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. فإذا جاءنا مثلا الحديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه أحد بالعقل، فإننا نتهم هذا العقل بالفساد. أما الحديث فهو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا إذا توهم التعارض، يعني في الأصل ما في تعارض بين العقل والنقل، لكن إذا توهم أو وقع وهم أنه في تعارض بين العقل والنقل، ماذا نفعل؟ نقدم النقل، نقدم الكتاب والسنة. النقل مقصود بها الكتاب والسنة. طيب هل العقل
المنزلة المطلقة والحرية المطلقة، في الجواب لا، العقل حاسة كسائر الحواس. الله سبحانه وتعالى مثلا أعطاك بصر، فالبصر الآن له قدرة معينة، الإنسان ينظر في مدى معين، لا يستطيع أن هذا البصر أن يكون يخترق ما وراء الجدار مثلا. كذلك العقل مثلا له إدراك معين، لا يدرك كثير من الأمور في عذاب القبر ونعيمه وهذه الأمور، وإنما جاءتنا عرفناها من الكتاب والسنة وسلمنا لها. فنقول العقل حاسة كسائر الحواس، فالله سبحانه وتعالى أعطاك البصر، وهذه الحاسة لها قوة وقدرة محدودة، ليس لها إيش، لكن ليس لها هذه الحاسة البصر، ليس لها القدرة المطلقة أن تستطيع أن ترى ببصرك يعني مثلا يعني كيلوات بعيدة جدا، لا، وإنما أمتار محدودة وترى ضوء محدود. طيب كذلك المسألة الأخيرة، ونحن يعني تطرقنا لها في حديثنا يعني عن استقلال العقل بمعرفة أصول الدين، اللي هو السؤال الأخير، هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ طيب نسمع إجابات هذا السؤال من خلال يعني استعراضنا للعنصر الذي قبله. الآن نفتح يعني هل هناك تعارض بين العقل والنقل مع التفصيل، هل هناك تعارض بين العقل والنقل مع التفصيل، وما المراد بين العقل والنقل؟ أول شيء تقول العقل المراد به كذا، أو دلالة العقل المراد بها كذا، ودلالة النقل المراد بها كذا، ثم توضح هل هناك تعارض بين العقل والنقل. طيب أنت جوابك نعم أو لا، لازم توضح إيش السبب. الآن نفتح، أي إجابة ليست كاملة لن نقرأها. بسم الله، تفضلوا. هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ يعني يريد بس جواب على هذا السؤال بالذات، لا أحد يسأل في سؤال آخر. العقل هو المراد من استدلال العقل والنظري، أما النقل فهو الكتاب والسنة. طيب أحسنت، لكن يعني أحمل الجواب. طيب لا تعارض، لا تعارض، لكن نريد توضيح، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. أحسنت يا أخ كريم، بس نريد جواب كامل، يعني لا أحد يستعجل في الإجابة. طيب هنا تقول الأخت زكية صمعاني، إلا إذا خالف العقل النقل. كيف إلا إذا خالف العقل النقل أخت زكية؟ هل يخالف العقل؟ أنا أسألك نفس السؤال اللي مذكور عندك أمامك، هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ طيب هنا الأخ يوسف يقول النقل يساوي الكتاب والسنة، فلا يوجد تعارض بينهما لدى العقول السليمة. وهذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى فطر العقول على التوحيد كما قال فطرة الله التي فطرنا. لا يمكن هنا الأخت عهود تقول لا يمكن للنقل الصحيح أن يتعارض مع العقل الصريح. أحسن. طيب إذا توهمنا يا أخت عهود، توهمنا أو وقع وهم، ما نقول نحن نتوهم، لا، مثلا وقع وهم بين في تعارض بين العقل والنقل، ماذا نقدم؟ إذا قلنا وقع وهم، لكن في الحقيقة مثل ما قلت يا أخت عهود أنه ما في تعارض، لكن وقع وهم، فإننا نتهم العقل، لأن العقل قاصر، مثل ما قلنا أن البصر أنه قاصر له قدرة محدودة، كذلك العقل له قدرة محدودة، فنحن نقدم النقل اللي هو الكتاب والسنة على العقل. وبهذا أجبنا على هذا السؤال، لكن أتمنى يعني إذا اللي ما فهم هذا السؤال بالإمكان أنه يعني يقول أنا ما فهمت وأعيد عليه هذه النقطة، أو يسأل في يطرح هذا السؤال في منتدى الأسئلة والاستفسارات ونجيب عليه. الاختلاف دليل على أن العقل قاصر، يعني نتهم العقل. أحسنت يوسف، يعني يوسف النقير يعني كلامك قريب، لأن إذا توهم التعارض، هو في الحقيقة ما في تعارض أصلا، لكن إذا توهم التعارض فإننا نتهم العقل لأن العقل قاصر. طيب أحسنت يا أخ مريم، يعني لا يوجد اختلاف بين العقل الصريح والنقل الصحيح، هذه العبارة لو قيدتوها يتضح بها، لا يوجد تعارض. هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ باختصار لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح.
طيب أنا أقرأ كلامكم لأن العقل مبني على الفطرة. أحسنت يا مريم. طيب الصوت الآن واضح؟ الصوت واضح؟ طيب في أحد عنده استفسار عن درس اليوم فيما يتعلق بمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فيما يتعلق في موضوع في أن بعد ما تحدث عن مصادر التلقي أنه يكون بعدها التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن عدم استقلال العقل بمعرفة أصول الدين، ثم تحدثنا أن هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ في أحد عنده سؤال عن هذه النقاط أو هذه العناصر الأربعة في درس هذا اليوم؟ طيب الأخت مريم تقول لماذا الكفار عندهم اعتراض؟ السؤال يعني غير واضح، يعني هم أصلا لم يؤمنوا بالكتاب والسنة حتى يكون عندهم اعتراض، أو هم لم يؤمنوا برسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، قبل هذا كله كفروا بالله جل وعلا. طيب والله نتمنى أن ما يكون سؤال عن المادة، سؤال عن درس اليوم، لأن الأسئلة قلنا أي سؤال فيه منتدى الأسئلة والاستفسارات، حتى كلام الجميع، كلام الأخت زكية والأخت نورة التمران، العقل الصريح الصحيح، العقل الصريح الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. أحسنت يا أخت هدى أختي. العقل مبني على الفطرة في كل الناس. نعم أحسنت يا أخت مريم. العقل الله سبحانه وتعالى فطر العقول وفطر الخلق على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا في وصف الفطرة السليمة مبنية على توافق النقل والعقل. نعم ما بينهم تعارض مثل ما ذكرنا، بالعقل الصريح لا يعارض النقل. هذا سبب إيمان العلماء. ما فهمت هذه النقطة. تسليم لله والعقل والنقل إيش السؤال عليه؟ خلاص هذا أجبنا عليها الأخت زكية، أجبنا على الموضوع. طيب في أحد عنده استفسار أو سؤال عن المادة أو عن الموضوع؟ طيب معطيكم خمس دقائق إذا في سؤال عن المادة أو عن الموضوع بشكل عام، خمس دقائق فقط. الله يبارك فيكم. عايش جزاكم الله خير، الله يتقبل دعواتكم ويبارك فيكم علمين. طيب الآيات حفظ كل ما في المادة مطلوب من آيات ومن أحاديث ومن فوائد كلها مطلوبة. نعم الأدلة تحفظ لو سمحت، بس مراجعة لأسماء الصفات سريعا. ما فهمت هذا السؤال، لكن بالإمكان أنك تقفين على نفس هذا الموضع في جنسية تطرحينه في منتدى الأسئلة والاستفسار. هنا ليس هنا مساواة بين العقل والبصر يا أخت عهود، وإنما إحنا ذكرنا على سبيل التمثيل أن البصر له قدرة معينة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل لكل منا بصر، لكن هذا البصر إيش له قدرة محدودة، يعني مثلا ينظر لمدى متراف، هل يستطيع أن ينظر شخص بعد 100 كيلو بعد 200 كيلو؟ شخص في الرياض مثلا يستطيع أن ينظر لشخص في مكة في بنظره في الهواء الطلق؟ أقصد هل يستطيع؟ لا، البصر له قدرة محدودة، كذلك العقل له قدرة محدودة، ما يدرك
كثير يقع عليه النسيان، يقع عليه السهو، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال عقولنا والتفكر فيها، وكذلك التسليم بأمر الله ولرسوله كما مر معنا في الموضوع. الأخ عاصف الأنبان الله يعطيك العافية، شكرا لك. طيب شكرا للجميع، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم، ويعني بعض الأسماء ما شاء الله حاضرة في كل محاضرة، وأشكر لهم حرصهم ومتابعتهم، وصلى الله لا يحرم الجميع الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.